بسم الله الرحمن الرحيم وصبحنا مجمعة أفر يطبان كبشة جون سنة لبكون لباتن إيا أفر أو كبهغن سديد بشة دو الحج سنة كن أفر بقول أفرتن إياشن تاريخ دي هجرية دا كسو دوادة بركرة إيا برامجكي حلشة دا وراركا أو آن إذي كبسو قد بنينو وراركي قدن بيه عالمك ساعدية قدن بيه يا دقيقة دهان دعايا وضبط برهامج كاردي كوبها إنه وحا كمدا وراكي ودى بي الدقال كقزة يدو ساكي دو قيمة إيو إسكوهر مادية عرصنا أيو بحيان ملتريقة إسرائيل دو قيم قصار لمشيئ داوع دلسي أي إسرائيل أي حالي كجيستي كونفرت اللبنان وراكي ودى بي حيسد حسب الله يعيدك إسرائيل لوان ديسو قدبنين وضبطا يكوكرو فافاسا أيان ذي كوبسو قدبنين برهامج كساكا وأيها ساكا وحين كهر مرينا قزة وأي تاهي مارين كله أو إسكهر مادية يدو قيمة أي سعدان ومارنتي لبب قول إيا كنتون إيا اللباد إي عرادان ساعدية قدام يوحى لشيك إسرائيل إن يدو قيمة بأن كجيستي قيمة كما دماريكا قزة وحنا حالي سيدو كلا إسرائيل يدو قيمة بأن أي كهيسي رفح إيا برتمها ماريكا قزة سيدو كلا وركان وحا كمدا إنه قيران لح قف أي كودن تيان دوقين حالي فيد كي عيدك إسرائيل أي كجيستين متكم ده قوبها أقوم مهيم سن إدت كريت كي كنا ليهين برتمها أمريكا قازة مركز لقت تجو دجال كي حال بصعتة وربحنا إسرائيل أي ساعده لصعدة في واحد تبيسي وربحنا أي كسر حكتين معد كدراسات كدجال كاسي أشياء جاية إن حماس أي سيما مول دون أمريكا قازة سواك له وحليه هي عندما ده يدقل يهند إسكعبت فلسطين تأي حماس إن مدع أي أود يعلن دوانان إن كسي دقال لمان مريكا قزة ورباهنت إسرائيل أي وركن قريسة وهقال إنتين لسعتي درياقدي بشي ماي دور ودن رير يوروبا أي أقوان صدي دولة فلسطينية سيدة ودمدة إسبين نوروي أيرلان يأسلوفينيا حاطن دولة ودك بريتن إسبيغا دورشدة إنو كبقولست الله بدين أيوه الليبرك أيها كل واقعي واركو آدن إن فلسطين دولة أقوانسان دونان هذا بح إسبيغا معارتك الليبرك بريتن أو إميكا أغلبية دبالارن كوهو قامين أيها رأي أوروريتا دادك لغا قادي دورشدة نعي دونة أفرت بشا جولاي إفودو إنو قصوها هايسا أيها كل واقعي مالي نمدي شري إن أي بلن قاضيان يعني أقوان سنيان فلسطين سي أي قعان أقوكيستان ديبو صون نورين تا جيدي سعود كنبادة برنامج كدورة شدا أي حسبية أو أي كوشيران سياسة دو كل مغمي دونا هادي وصوى بيسو دولة دا صوى سعودة أي وحال وحسي بسيدة دولة فلسطينية إنه تاهي حقوق سو جيرينه أو أي ليهين دادك فلسطينيين تا وحال نغاقوان إن أنا أقوى صن الدولة فلسطين. سي أي جعان أقول جيسة أمور تعسى. جيد سعد كنبضة تعسى أهرسية الدولة. هل كل بالدولة ذود؟ أو إسرائيل يا فلسطينية. إسرائيل مركز إن هرسية بيا. إن إسرائيل أي كنا على طه نبض يأمان. يدو أي جت الدولة ما راح بنان أو فلسطينيين تأليهم أي لغويري. بيان كدورة شدة. إيه حسب جلالي بركة. حسب جنا أي الله بدنا يا. إنه كقول يستو دورة شدة. isla markaas ina xisbiga haatan talada haya ee conservative ka oo 14 sano xukunka hayay ayaa lagu dhaliilaya arimaha ku aadan dagaalka qasa iyo sida uga gaabiyay wax ka qabashada amurtaasi waye imika waxaan eegayna gudaha Israa'iil oo warar soo baxaya ay sheegayaan in Mareykanka uu muujiyay cid uu aaminsan yahay inay gacanta ku hayso furayaasha dagaalka ka socda Mareyka qasa هذا هو رجيس كمعرف يكسر بح إسرائيل أي واحد أوش يعني إن مريكان كو أي يقين سدام إن جو أنك وجودا بيا المسيرك الشيس كسي ديت محابيست إسرائيليين تا أولي هاي هو جميع حماس أي قصة يحيى صوار ورجيس كأي وركن كسر حكته إلى سير دون أو مريكانا كو أسي أوش يعني إن يحيى صوار أو أمسي هاي إن يسوي تاجي كرو إسرائيل ونكو كنسوي هاي إن هو جوج مهل ونعكسن oo gorgortan uu ka gali karo isla markaasan isagu u aaminsan yahay inuu ku sareeyo gacanta dagaalka sida laga soo xigtay wargeyska Maarif Hamas hadafkeedu waa badbaado taasina laftiida waxay u tahay guul ayaa la yiri ayaa lagu yiri warkan
oo laga soo xigtay masuul sare oo ka tirsan Mareykanka kaasi oo sheegay intaasi ay si cad u muujinayso in siwaar uu hubo inuu guuleysanayo dhexdhexaadiyasha Mareykanka ayaa doonaya in heshiis uu dhexmaro Hamas iyo Israa'iil si hadalka loo dhigay waxana ay aaminsan yihiin in siwaar uu aaminsan yahay in uu guuleysanayo taasina waxa la yiri waxay soo dadajin kartaa in wada xaajoodku uu noqdo mid markaasi dhab noqdo xogayaha amuuraha dibadda ee waddanka Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay qoysaska maxaabiista ee Israa'iiliinta ee lagu haysta Qasa in masiirka wada xaajoodku uu ku xiran yahay Yahya Siwaar wargeyska Maarif waxa uu soo xigtay in Mareykanku uu doonayo in uu cadaadi saaro isbahaysiyada ku dhow Hamas si ay uga dhaadhiciyaan inay aqbalaan hindisaha madaxweyne Biden uu soo bandhigay ee ku aadan in heshiis la gaaro wargeyskana waxa uu leeyahay Blinken wuxuu leeyahay in hoggaanka Hamas ee Qasa ayaa go'aanka ugu dambeeya ee dagaalkaasi sii leh waa tahay markana aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee xiisadda ka aloosan xadka Lubnaan iyo waliba waqooyiga Israa'iil saacadihii la soo dhaafay raadiyaha militariga Israa'iil ayaa waxa uu wariyay in dab xoogan uu ka qaxmayo deegaanka ku yaal xadka waqooyiga Israa'iil sidoo kale wararkana waxaa ka mid ah duqeyn habeenimadii xalay Israa'iil ay ka geysatay magaalada Janata in hal qof uu ku dhintay 20 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qofka geeriyooday ayaa la sheegay inuu haweenay sidoo kale Israa'iil waxay sheeganeysaa in deegaanka Tayre lagu dilay sarkaal ka tirsan dagaalyahanada Hezbollah telefishanka kan ee laga leeyahay Israa'iil ayaa sidoo kale waxa uu sheegayaa in dab xoogan uu ka qaxmay dhismo 3 dabaq ka kooban oo ku yaal waqooyiga Israa'iil kaasi oo gantaal ay la heleen dagaalyahanada Hezbollah waa tahay imikana New York iyo war ka soo baxay Ruushka Ruushka ayaa si adag u cambaareeyay weerarada Mareykanka iyo Britain ay ka wadaan dalka Yemen iyadoo safiirka Ruushka ee qaramada midoobayna uu si cad ugu tilmaamay weeraradaas inay yihiin kuwa aan macno lahayn waxaan cambaareynaynaa duqeymaha ay wadaan isbahaysiga ay horkacayaan Mareykanka iyo UK ee lagu bartilmaameysanayo dalka Yemen gardarradan waxaa lagu geystay iyadoo lagu xadgudbayo qaraarka qaramada midoobay iyo axdiga qaramada midoobay wax macnaha ma lahaan buu yiri weeraradan oo ma aanay joojin weerarada ka socda badda cas ayuu si kulul u yiri Nabanziya oo ah safiirka Ruushka ee qaramada midoobay waxaana hadalkan uu ka jeediyay fadhi u lahaa golaha amniga ee qaramada midoobay oo looga hadlayay xaaladda waddanka Yemen safiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhacdooyinkan taxadar la'aanta ah ee loo adeegsanayo awoodda waddamada NATO ay dhalinayaan in dhiigga un uu qufto laakiin macno kale aysan lahayn wixii warar ah ee arrimahan ay ku soo kordhay barnaamijyadeena soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa.